أهلا ونقول للأخوة جميعا العشر مباركات. نقول لكم العشر مباركات، بارك لكم عليكم يا رب. وكذلك أعطونا اسمك يا شباب، كل الشباب ما يسمعون. وكذلك مشاهدين ومشاهدات، حيا الله فيصل، ردوا على الدكتور وهديكم. طيب، فكذلك مشاهدين ومشاهدات، نبارك لهم بالعشر، لأن يعني التبريك والمباركات هذه جائزة، يعني من قوم السنة ولا جائزة؟ أيوة، يا سلام عليك. أن هنا دائما يعني نسأل مثل هذا السؤال دائما أبو عبد الله والأخوة جميعا، نسأل هذا السؤال، هل التبريك دائما نقول نبارك يعني لفلان بالعيد بأي شيء، هل هو عبادة ولا عادة؟ هذا سؤالي، لا ترجع تسألني. شفت كيف؟ هاي علي شيخ أبو عبد الله، ارفعوا السبيكر يا شباب، الشباب ما يقول يعني الصوت. المباركة بالعشر سنة ولا غير سنة؟ فأنا سألت سؤال، تعودنا من مشايخنا دائما يسألون هالسؤال حتى تتضح الصورة. يا سلام، عرف كيف عند الناس، يعني بعدين نأخذها ببساطة. المباركة بالعشر عبادة ولا عادة؟ يعني العاشر عليكم مباركة. أنا تخليني أجاوب يلا. لا أنا ذكي، قل ما شاء الله عليك. أنا بخلي الشيخ من بعد يجاوب. لا لا، أترك الشيخ، جاوب الشيخ الحين. خلي الشباب بعدين نسمع الجواب. بعدين نسمع الشيخ. يلا إيه تسوي فهلوة علينا. يلا يلا 100 نقطة يا شيخ اللي يجاوب الجواب ذا، يلا بدايتها نقاط. أنت اللي أشر. أنا أختار يسامة، يلا دام عيني طاحت عليك أول واحد. عبادة. عبادة. طيب عبادة ممتاز. الشيخ علمنا أن العبادة لازم عليها دليل. يا سلام عليك. أيوة. ماذا قلت عبادة؟ إذن الدليل، عطنا الدليل. نعم، ما في إلا تحجير. الموضوع مو باختيار الإجابة الصحيحة، الموضوع لازم دليل. خير أيام السنة تقريبا والعلم. طب أنت ما رفعت يدك يا رفعتها وقلت الجواب. يلا يا فارس تفضل. هذا أبو عبد الله، إن خير أيامكم. أسمع لا شو اسمه العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر تقريبا والعلم عند الله. هذا هذه لها علاقة طيب في الموضوع أنها عبادة. خلينا نسمع آخر ما آخر واحد اختر. يلا أصيل أبو عبد الله. لا هي اعتادوا عليها الناس أنهم يباركون فيها لأنها أيام فضيلة. أنا ما أبغى شرح، أنا قلت أنا السؤال محدد، يا عبادة يا عادة. هو قال عبادة، عطنا الدليل. أنا أقول عادة. عادة عادة ممتاز. والدليل؟ الدليل ما اعتادت عليها الناس وأعرافهم أنهم يتباركون فيها في العشر، لكن هل جاء فيها دليل أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه؟ ما أدري، ما وجدت. لا أدري، أنا ما طلعت، لا أعلم. طيب آخر إجابة ونقفل. يا الله ما يجزاك الله. وأنت على كيفك آخر إجابة ونقفل. بعد ما يستاهل على حسب النية. ها؟ على حسب النية. يا سلام عليك، والله كذا لو العبادات كذا كان الناس سبح له. لا كل واحد على حسب نيته. نيتنا حلوة. وديت العالم كان يعني. أي واحد يسوي شيء على حسب النية. عشان خلاص روحوا البن باك. طيب المختصر. أقول إجابة سريعة. يا أصيل أنت حولت على علي، فأعطيت حقك لعلي خلاص. خلاص صحيح. طيب يلا بسم الله. انا اشوف انها عباده وانها من ايام الحج. طيب لان من ايام الحج فانها صارت عباده. ناخذ الملخص. شفت كيف؟ ناخذ عشان حمد البحريني موجود. ناخذ الملخص قبل شوي، ناخذ الملخص. المباركات بالاعياد وبال مثل يعني العشر وغيرها هذه من العادات، ليست من العبادات. لم يثبت سنه دليل بالأمر بالمبارك، وإنما هي من عادات الناس أنهم يباركون للناس، ورد عن الصحابة يباركون بالعيد. ومشايخنا كلهم، شيخ عبد العزيز بن باز، شيخ ابن عثيمين، والشيخ صالح الفوزان يقولون هذا الكلام. اسمع، إنها عادة. عادة. خلينا نسمع كلام الشيخ عبد العزيز بن باز. نقطة أنا بعدين. طيب يلا، ما من اللي جاب صحيح؟ علي جاب نقطة. رضي الله عنهم كانوا يهنئون بعضهم البعض لدخول العشر. صوت مبارك. لكنها أشهر عظيمة، تهنئة بها مهمة. إذا كان يهنى بولده أو بزواجه أو ببناء بيته فهذا أكبر وأعظم. تركها نعمة عظيمة. سمعتوا؟ لا والله ما سمعنا. يقول الصحابة كانوا يهنئ بعضهم بعض. سوي أنت. بطلع على الماي. خلي ماك يمشي. طيب يا أشهر عظيمة، تهنئة بها مهمة. مايكك نفس مايك وتر. رضي الله عنهم كانوا يهنئون بعضهم البعض لدخول العشر. ما أدرك شيء، لكنها أشهر عظيمة، تهنئة بها مهمة. إذا كان يهنئ بولده أو بزواجه أو ببناء بيته فهذا أكبر وأعظم.
طيب شيخ شيخ سليمان طيب نقرا مكتوب طيب طيب شوف الجواب شوفه مكتوب 100 نقطه على طيب اقرا احنا ما رحبنا بك شيخ سليمان دخلنا في الموضوع على طول ولكن حياك الله وهذه والشيخ مباز يعتبر عن الترحيب بك سؤال احسن الله اليكم احد المصلين يسال ويقول ما حكم عفوا لا تحت وين تحت هذا منتدى ما اتذكر احسن الله اليك يا شيخ هل ورد أن السلف رضي الله عنهم كانوا يهنئون بعضهم البعض بدخول العشر؟ الجواب ما أتذكر شيء لكنها عشر عظيمة التهنئة بها مهمة إذا كان يهنئ بولده بزواجه ببناء بيته فهذا أكبر وأعظم وأنفع إدراكه نعمة عظيمة يعني جائز ولكن ليست عبادة هذا اللي فهمناه فهمتوا؟ فهمنا تهني خويك بسيارة جديدة ببيت جديد مولود جديد من باب أولى أن تهنيه بالعشر لأن هذه أعظم يقول الشيخ بن باز لأن هذه جثة المقطع وقلت لابد تحرى فسألت على أخونا بفراس الحمدان جزاه خير قلت أبو فراس ترى أنت أرسلت لي وأنا على هواء مباشر وأنقل للناس وقلت نقلت حديث قبل أسبوعين أعطاني أحد الأخوة وقال لي نصح على الألباني فقال لي الشيخ خالد أنه ضعيف فما أبغى أنقل شيء ماني متأكد منه قال أجل أصبر أنا أدخل على موقع مؤسس الشيخ الألباني صححها موقوفا يقول صححها موقوفا خالد قال فالشاهد قلت ما أبغى أنقل شيء قال لا أصبر